السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم لدينا فائدة وكلام نافع وكذلك مثال عليه نذكره في العفو والتسامح مع الشيخ علي بن جابر الفيفي في الرجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نسيان الذات. يقول: الحلم والتسامح أن تستطيع أن تنتقم فتفضل أن تبتسم، وأن تقدر على العقوبة فتجعل مكانها مكافأة، وأن تتمكن من هدم جدار أوشك أن ينقض عليك فتشيده. لكن ليس من السهل أن تسامح وتحلم عمن ظلمك وتفنن في إيذائك وسهر الليالي حتى يسك مصطلحات يكسر بها نفسك ويقضي على شعور الفرح في داخلك. ليس من السهل أن تفعل ذلك، فالنفس البشرية ركبت على صعوبة مثل هذا الإجراء. فالقضية ليست كلمة تقولها، وإنما إحساس يصبغ روحك ونظرتك ومشاعرك، ويجعلك ترى ذلك الخصم الألد متساويا مع الولي الحميم في تعاملك معه والإحسان إليه. هذا الأمر الصعب هو من الممارسات السهلة لدى النبي صلى الله عليه وسلم، التي انعجنت مع نفسه وانمزجت مع أيامه المليئة بالإرهاق، فبات لا يستصعبها ولا يشعر بأنه فعل أمرا ذا بال عندما يعفو عمن ظلمه، أو يتجاوز عمن بغى عليه، أو يصفح عن روح تلبسها الشر وبيتت له المكائد. ويذكر مثلا كثيرة، لكن نذكر مثلا واحد وهو العفو عن فرعون. يقول: لو حاولنا أن نتخيل الشيطان وقد غدا رجلا يسير في أزقة مكة رائحا وغاديا، لصعب علينا أن نتخيله في غير هيئة أبي جهل، ذلك الرجل الذي تحول في أذهاننا إلى إيقونة للشر المحض والسخرية اللاذعة والمؤامرات السوداء، حتى لقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، دلالة على تأصل النزعة العدوانية بنفسه وتمحضه للشر والمعادلة إلى الدعوة الإسلامية. ومع هذا فإننا نلمح نبي التسامح في أيامه بمكة يدفن كل سوءات ذلك الطاغية ويعامله معاملة مستور الحال، فيدعوه إلى الله والدار الآخرة، وكأنه ليس هو العدو الأول لله، وليس هو الساخر الأكثر جرأة من الدار الآخرة. ثم في لحظة من لحظات التسامح النادرة في عمر البشرية يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه داعيا الله سبحانه وتعالى: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، هذا كما في الترمذي. يقول: كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصهر شعور الانتقام من رجل لطخ سمعته وآذاه في دعوته وخطط لاغتياله، ويحوله إلى حدب وحرص ورغبة في أن يلتحق بقطار الدعوة ويغدو أحد الصحابة الكرام؟ هذا لا يمكن أن تطيقه نفس لم تبلغ ذروة العظمة، صلى الله وسلم على رسول الله. ولا شك أن نذكر مثل هذا للاقتداء، فالله أعلم.